بروبوغندا الحرب القذرة على سوريا، محور المقاومة في الشرق الأوسط، عناوين كتابين اختتم بهما الكاتب تيم أندرسون فعاليات معرض الكتاب السوري الذي أقيم في مكتبة الأسد بدمشق. The first book, the book of... خمس سنوات الأولى صور عن لعبة البروباغندا تبع الإعلام خلال السنوات الخمس الأولى، ما كتب فيما يتعلق الحرب القذرة سواء في فلسطين، لبنان وإيران. نحن بتوقيع الكتابين لأستاذ تيم أندرسون، الأستاذ الجامعي الأسترالي يلي واكب الحرب السورية من بدايتها وضحض أكاذيبها ضمن كتاب أصدره مسبقاً بعنوان الحرب القذرة على سوريا، وترجم إلى العربية ونشر عن طريق مركز ميداد. ونحن طبعا الجزء الثاني اللي هو عبارة عن صور لجميع الأخبار ولأغلب الأخبار اللي صدرت بمجلات وجرائد وصحف أجنبية مضللة كاذبة ما نقلت الخبر الصحيح، نحن طبعا له إياه ضمن 250 صفحة تقريبا. واليوم نحن تولينا مهمة توزيع كتاب محور المقاومة نحو شرق أوسط مستقل. الكتابان تناولا الحرب على سوريا وأبعادها، محاولا الكاتب كشف الحقيقة والمعلومات المضللة التي ارتكزت عليها الحرب الإعلامية، مستندا إلى مصادر مختلفة من أرشيف ووثائق لمجلات وصحف أجنبية.